بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بعد ظهر اليوم السباق 11 لهذا الموسم. وأقيم السباق على كأس المرحوم عبد الله أحمد ناس وكؤوس ناس المؤسسة وشركة مدينة الخليج للتنظيف، وكأس جامعة العلوم التطبيقية، وكأس مؤسسة بلودان للبيطرة، وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير. كما حضر السباق عدد من أصحاب السمو وممثلو الجهات الراعية للسباق وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل. وتم تتويج الفائزين بكؤوس السباق، حيث قام سعادة السيد سمير عبد الله ناس رئيس مجلس إدارة ناس المؤسسة وناس المجموعة بتقديم كأس المرحوم عبد الله ناس للشوط السابع إلى سمو الشيخ نوح بن محمد بن سلمان الخليفة، وكأس ناس المؤسسة إلى عبد الله فوزي ناس، فيما قدم السيد عبد الله سامي ناس كأس المرحوم عبد الله ناس للجياد العربية إلى المضمر الفائز يوسف البعينين. كما قدم الأستاذ الدكتور وهيب الخاجة رئيس مجلس أمناء جامعة العلوم التطبيقية كأس الشوط الثاني إلى سمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى الخليفة، فيما قام السيد ستيفن ويليامز مدير عام شركة مدينة الخليج للتنظيف بتقديم كأس الشوط الثالث إلى سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى الخليفة. كما قدم كأس الشوط الخامس إلى المالك الفائز عبد الله فوزي ناس، فيما قدم شام شنكر مدير عام مؤسسة بلودن كأس الشوط السادس إلى سمو الشيخ نوح بن محمد بن سلمان الخليفة. We'll be right back.